وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة قامت بعلاج 1,062,000 شخص خلال السنوات الثلاث الماضية. كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على توفير مستشفيات تقدم خدمات صحية متقدمة. لقاءاتنا دي هي لقاءات الهدف منها توعية حقيقية لواقعنا، وإن إحنا ما نتكسفش إن إحنا نتكلم. أنتوا قلتوا كلام مترتب هيفهموا ناس كتير، وفي ناس كتير محتاجة أكتر من كده عشان يوصل لها. عشان إيه؟ الدكتورة هل ممكن تقول لك معدل النمو بتاعنا ستة وبتاع، ستة إيه؟ هو اللي زي حالتنا ينفعوا ستة؟ اللي زي حالتنا عايز 60. عايز إيه؟ 60 عشان توصليني إن أنا يبقى عندي 5 تريليون دولار دخل ناتج محلي للمئة مليون، عشان أقدر أقدم لهم الخدمات اللي بتقدم في أوروبا، وأقدم لهم تعليم زي اللي بيقدم في أوروبا، وأقدم لهم وعي وتوعية زي اللي بيقدم في أوروبا. أنا ما بقدرش أقدم ده. لما عملنا قائمة الانتظار اللي الدكتور بيقول عليها، لقينا بدل ما بنتكلم في 20-30 ألف اللي في 3 سنين داخلين على 1 مليون ولسه شغالين.